السيدة نعيمة، سن 56 سنة، تحكي التفاصيل الجريمة البشعة اللي وقعت سنة 1990 بسبب الخيانة ديال صاحبتها نبيلة اللي خطفت لها حبيب القلب. هاد السيد هذا اللي تزوج بصاحبتها وولد معها الولاد، وهي مسكينة اللي كانت نيتها نعيمة نية حسنة معاه، وهي اللي كانت كتصرف عليه ليامات الدراسة، دوزات ليه البيرمي، خدات ليه السيارة، مهم اللي حل عليها فمو ما كتخليش شي يفكر. وفي الاخير كتجي صاحبتي غدراتني وتزوجات به، ولكن كانت واحد النهاية خوتي باشعة، النهاية اللي هي صفتها لهم بالحوت. نعم اخوتي، تبعوا معايا جميع التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اخوتي في هذا الفيديو، باش يكون عبرة لجميع البنات اللي كيخونوا صحابات ديالهم. بالنسبة للناس اللي ما مشاركينش في القناة، اشتركوا وديروا لي لايك وبارطاجيو هذا الفيديو، جزاكم الله كل خير باش تعم الفائدة. السيدة نعيمة سن 56 سنة اللي كتحكي التفاصيل الجريمة البشعة اللي وقعت كما قلت لكم سنة 1990 بسبب واحد الشاب كانت كتربطها مع علاقة غرامية واللي تسبب لها في الحمل ولدات البنية. هاد السيدة نعيمة كيف كتقول انها كانت كتسكن في مدينة الدار البيضاء وكتشتغل خياطة في الاكياس الحمام، يعني كتخيط هذوك الكيوسة ديال الحمام وكتدفعهم بالجملة، وفي كل عطلة كانت كتمشي عند الجدة ديالها الى مدينة مراكش، وتعرفت على واحد الشخص اللي هو ولد الحومة يلاه سكن هذيك الساعة تقريبا واحد المدة ديال سنة، تعلقات به ولات كتبغيه، وفي نفس الوقت عندها واحد صديقة ديالها اللي هي الاسم ديالها نبيلة. قالت لها شوفي صاحبتي، عندي لك واحد السر غادي نقوله لك، وهو انني كنتكلم مع واحد السيد يلا سكن هنا وليت صراحة كنبغيه وحبيت انني نعرفك به، مهما انت زعما صاحبتي وانا صاحبتك بتخبي عليا ما نخبي عليك. قالت لها الدنيا هانية صاحبتي يلا هي. مهم داتها معها وقالت لكم مشينا جلسنا في واحد الكافي بقينا هكا كنتكلموا، اول ما شافته حطات عليه العين، كذلك حتى هو عجباته هذيك صاحبتها. مشات الايام وجات الايام، السيدة نعيمة كانت اللي كتصورها مسكينة كتعطيها ليه وكتسمح هي في حقها. هو كان كيدرس في واحد المدرسة الاسم ديالها قضيعية في مدينة مراكش بالحكم ان والديه كانوا كيعيشوا في نواحي ديال بني ملال. المهم هاد السيد هذا ما كان خاصو حتى خير مع نعيمة، حتى من البيرمي والسيارة شراتها ليه، وكتقول ليه انا نبقى معاك حتى الاخر في العمر، ان شاء الله انت راه غادي تزوج بيا وغادي ندير معاك الوليدات. ولكن هو قلبو مع صاحبتها، كان كيحب الصاحبة ديالها وكان ديما كيتلاقى معها في الخفاء. مهم جاو عندها شي ناس وقالوا لها راه هذاك السيد راه ليك انت اللي كنشوفوك معاه، راه مره كنشوفوه مع صاحبتك. قالت لهم لا ما يمكنش، لان انا كنعرف هذاك السيد الله يعمرها دار، لا راه هذيك هي صاحبتي الدنيا هانيه. المهم هي ما دخلاش هذاك الكلام كله في دماغها. جا واحد اليوم اخوتي هاد نعيمه انها حملات منه، قالت لي خاصنا نديرو شي حل نتزوجو. قال لها سمحي لي انا كنقرا وانت غتخرجي لي على مستقبلي، والسيد كما كنقولوا ما كاينش في هذا العالم نهائيا، حملي ولا دبري راسك حياتك هذيك. هنا كما كنقولوا الواحد الا كان برد من جهتك اكيد ما غاديش يعقل عليك. المهم اخوتي شافت عيات، قالت لك انا حاجه وحده، هزات حويجاتها قالت لك في هذوك السيكان ديال الشتب ديال اللي كانوا بحال شكل الشتب راه فيهم الالوان الاحمر والخضر، قالت لك يتباعوا جميع فنا، قالت لك خديت بحال هذوك السيكان وشاكوش وجمعت فيه حويجاتي ومشيت قالت لك المحطه ديال الكيران. المحطه الكيران قالت لك وبدات كتبكي، وتلاقت مع واحد السيده مالكي ما مالكي، قالت لها هالي كاين هالي كاين انا دابا حامله. واحد السيد ضحك عليا وكما كنقولوا صافي ما عقلش، ودابا ما عرفتش شنو غندير، عائلتي غادي يصفيوها ليا. فقالت لها يلا معايا بنيتي مرحبا بك، انا غادي لاسفي وغادي نديك عند واحد الناس راه هما ما كيولدوش، ولا بغيتيهم هما رضاو الدنيا هانيه، ما غتساليني ما غنسالك. هذاك الشيء اللي كان مشات معها لمدينه اسفي، قالت لها غتبقي هنا في القهوه تمشي نهضر مع الناس. مشات السيده هضرات مع الناس، قالت لهم هالي كاين هالي كاين، قالوا لها مرحبا وزيد لقدام. هذاك الشيء اللي كان هي مشات لعندهم، قالك بقات معاهم تقريبا، هي هذيك الساعه كانت عندها يلاه 3 شهور.
بقات لا حتى ولدات. الصراحه كما كتحكي نعيمه قالت لك هما تهلاو في دوك الناس من اطيب خلق الله. المهم تقريبا بقات عندهم حتى ولات عند بنيتها 17 سنه، 17 سنه اللي كتوفى مولات الدار، وكيبقى السيد هو اللي بقى بوحدو ناضو ولادو زوجوه. وقالوا لها هانتي الا بغيتي تزوجي بانا، قالت لهم لا، لان هاد السيد هذا انا حاسبه بحال با ما يمكنش. فانا تزوج السيده، ملي شافت السيده ما بغاتها ما قبلاتها. المهم قالت لك انا جدرت بنيتي، خدمت عليها، كافحت عليها، كتخدم هنا وهنا وهنا وهنا. واحد السمساره قالت لك الحكم كاينين في مدينه اسفي، قالت لك سماصريه كيف كنقولوا وسيط. المهم قال لها انا غادي نقلب لك على الخدمه، صافي غير تهناي بنتها الحمد لله. قالت لك كبرات دارت خدمات في البوسطه، قالت لك المهم بنتي هي شدات دارت مستقبلها، ما نبقاش نخمم عليها، الحمد لله انا تهنيت من واحد الناحيه. كيجي واحد النهار السمسار قال لها ودي راه كاينين شي ناس غادي تخدمي ليهم. يعني هادشي اللي كتحكي هاد السيده والله العظيم لا سبحان الله العظيم. قالت لك مشات لعندهم، ومني مشات عند هاد الناس قالت لك اللي كتكتشف انها السيده اللي حلات عليها وهي صاحبتها نبيله. قالت لك كي دايره السيده، قالت لك اش من ذهوبات واش من حاله والشعورات هاك بالك، وانا قالت لك دايره بحال شي خدي ديما شي خدي ديما، قالت لك بقات كتشوف فيها، قالت لها عقلتي ليا. ومهم الهضره بدات كتجبد هضره، قالت لها انا هي فلانه، بداو كيتعانقوا، قالت لك انا كنعنق فيها والداخل قالت لك ان بالله، لان السمسار قال لهم دار سيدي احمد فلان بالفلان. هي عرفته بانه هو اللي كانت كتبغي هاد السيده نعيمه، وتزوجات به هاد صاحبتها هادي اللي غداره. شوفوا الصحابه اخوتي الغداره، حسبي الله ونعم الوكيل. مهم هاد السيده نعيمه قالت لك انا ما بينت ما والو. السيد مهم دار معاهم غدا باش غادي تبدا معاهم الخدمه. بالفعل قالت لك مشيت، ولكن الداخل ربي لي عان من جهتي، لانني قالت لك حاولت انني ننتقم. قالت لك كون غير تزوج بشي وحده اخرى ماشي مشكل، ولكن صاحبتي انا قالت لك هو بحال ضحك عليا، لان لقيتها اللي كان كيقرا وكنت انا اللي هزه الدراسه ديالو بلبس ودوزت ليه البيرمي، شرات ليه السياره، قالت لك ما خليت ما درت، وكنمشي قالت لك مكرفصه، وهو اللي خصو يبان ليا كي الامير. وفي الاخير صاحبتها غدراتها. المهم قالت لك خدمت معهم بخير على خير، والده معاه ثلاثه ديال الوليدات. قالت لك حتى كيجي واحد النهار، لانني قالت لك ما قدرش نصبر، ولو انني قالت لك هضرت معهم وقالت لهم شو سبحان الله العظيم كان غياخذني غير المكاتب، ولكن قالت لك انا كنهضر غير فوق قلبي، غير من فوق قلبي، ولكن الداخل قالت لك الدموع مجروحه، لانني قالت لك ماشي سهله. وهذا السيد قالت لك كان معلقة بي وكان بغي لواحد الدرجة ما كتصورش على البال. اولا قالت كرزقي كله مشى، ثانيا حملات، ومني قالت لي انا عافاك دير معايا حل ما عقلش عليا، وفي الاخر كيتزوج بصاحبتي. قالت لك ما قدرش نصبر، لان هذاك الشيء اللي كنشوف مهلي فيها وعايشين في الرفاهيه وما كاينينش هنا في هذا العالم. وقالت لك المشكله اللي انا كنخدم معاهم، قالت لك اني تحاسبني خدامه خدامه، ما شفقش عليا ولا قال هاد السيده نحن فيها والو. قالت لك ما عقلش عليا نهائيا، خدامه جات كتخدم عندنا، قالت لك ما بقاش عاقل. لواحد النهار قال لك جابوا الحوت، الحوت قال لك فاش جابوه، قالت لك نط، درت المسائل ديالي، مشات تقدات هذاك الشيء اللي تقداتو، وقالت لك صوبت شرميله ديال الحوت مرمداتها وقداتها وصوبتها. وفي الاخير قالت لك قليت الحوت، درت لهم لي صالاد كلشي صوبتو. قالت لك بداو كياكلوا في الحوت، ولد واحد قالت لك هو اللي ما كلاش الحوت لانه ما كيبغيش الحوت. قالت لك صوت لي غير ستيك، وهذا قالت لك انا اللي كيهمني في هادشي كامل، قالت لك وهو هذاك الرجل والمراه هما اللي بغيت نحيهم من هاد الدنيا هادي، لان قالت كعذبوني. هادشي اللي كاين اخوتي، وقال لك صفاتها ليهم بالحوت. قالت لك تغداو مع الوحده ونص، ما جات قالت لك تقريبا 45 دقيقه كلشي طاح حدا الطبله، كلشي طاح. اشنو دارت؟ قالت لك حاجه وحده، ما بغيش نهرب، ما بغيت ندير والو. قالت لك مشات عند بنتها وهضرات معها، قالت لها بنتي انا دابا راه غادي نمشي عند البوليس، مالك يا ماما ياك لاباس؟ قالت لها هالي كاين وهالي كاين وهالي كاين، الناس اللي ماتوا والسيد اللي قتلته هذاك هو باباك،
باش تكوني عارفة هذاك هو باك. وانا انتقمت منهم وعاودت لها القصه من الاول حتى الاخر، وخصمت عليها قالت لك بنتها، قالت لها ماما ما كانش عليك ديري هذا الشيء منهم الله وهذا، قالت لها لا صافي كيما